تمرين تطبيقي على بناء الخرائط المفاهيمية، الخرائط المفاهيمية النجمية ضمن بناء الحقائب التدريبية ضمن دورة تدريب مدربين دفعة 173 التي يقدمها عن دكتور محمد العامري في الرياض. نلاحظ الزملاء الآن فرشة عمل لإعداد الخرائط الذهنية النجمية. مهم جدا إعداد الخرائط المفاهيمية في استخدامها ضمن الحقائب التدريبية. تعد الخرائط المفاهيمية أسلوب ونموذج شارح لتوضيح الأفكار والممارسات واستخدامها في عملية التدريب. الزميل الآن الدكتور ما شاء الله عليه خطه جميل، وسوينا الآن خارطة مفاهيمية لدورة حل المشكلات، ووضح هنا فيها أنه في عندنا جزء تعريفات، ومن التعريفات الآن جالس يطلع الآن مثال لها، وهكذا هو الآن يقوم الآن بإعداد خارطة مفاهيمية لحل مشكلات. ومهم جدا في خارطة المفاهيمية توضيح العلاقات والروابط ما بين كل مفهوم ومفهوم الآخر. تساعد هذه الخرائط المفاهيمية في توضيح المفاهيم الأساسية التي يجب أن يدرسها الطلاب داخل برنامج تدريبي، وهي مهارة أساسية بالنسبة للمدرب إعدادها والتحكم فيها ومساعدة المتعلمين على عملية التعلم الحقيقي.